السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لجزء الكنترولر، كيف نعبيهم؟ لاحظ الكنترولر مربوط مع الفيوز، يعني أقدر مبدئيا أروح للفيوز هنا ريسورسز، زين هذا أغلقه هذا أغلقه هذا فيوز، أقدر هنا أعمل لي فولدر أسميه بالبوستس مثلا، انتر، وهنا راح أضع كل الملفات، مثلا خلينا نقول كرييت أبديت ديليت وشو وإلى آخره من الأمور. فاقدر هنا بالبوست اعمل نيو فايل، اجهز الفيوز على سبيل المثال، فاجي اقول له اندكس دوت بليد دوت بي اتش بي، هلا اعمل له كوبي الاسم حتى كل مره اعمل بيست، ونيو هذا راح يكون كرييت دوت بليد دوت بي اتش بي حتى انشئ عن طريق البوست، والاخ راح يكون اديت دوت بليد دوت بي اتش بي. وايضا عندي التراشت trashed.blade.php اللي حذفتهم، و راح يكون عندي ايضا show.blade.php هكذا. طبعا كل ما يكون عندي تمبلت اقدر اضيفه، طبعا هو جميل انه يفتح لك اياه اوتوماتيكيا. فنيجي للبوست هنا، خلي هذا نجيب على هالطرف، و لاحظ بوست، فاجي شو اقول له بالاندكس؟ لاحظ هو الجميل انه اوتوماتيكيا يجيب لي البوست موديل، هذا لازم يكون موجود كاندكس. انا شريط اريد اشوف كل البوست الموجوده، فشو اقول له؟ اقدر اقول له هنا مثلا متغير اعمل لي اسميه ب بوست يساوي دائما دولار يسبق الكلمه اللي انت جاي تكتبها في ال بي اتش بي بشكل عام. هنا شو اقول له؟ راح اقول له تروح للموديل اللي هو بوست، لان انا اعرف انه البوست راح يدخل للتيبل مالت البوست، نقطتين نقطتين هذا دلالة على الموديل، واقدر اقول له all يعني اجلب لي كلتهم، او تقدر تستخدم البيج نيت كيفك انت حر، زين. فاجي اقول انتر هنا، بعد ذلك اقول له return ورا ما جلبت لي اياهم شو تريد تسوي؟ اوكي ارجع بالفانكشن، لكن وين تروح لي على الفيو؟ صح احنا قلنا البوست يعني بعد ما يجيب لك الرابط الراوت يحولك للكنترولر، بعد ما تخلص شغلك بالكنترولر المفروض يوجهك للفيوز، فهو خلص شغله هنا جاب لك المعلومات، وبعدين تقول له تروح وين؟ تروح للفيوز. فتيجي تقول له فيو وتذكر المكان مالت الفيو، هو موجود بالبوست فتكتب هنا بوست، وين تريد تجيبه؟ للاندكس فتكتب دوت اندكس هالشكل. بهاي الطريقة خلصنا من الاندكس، شفت كم بسيط؟ نجي للثاني، الثاني ايضا راح اعمل له متغير يروح للجدول اللي موجود في الداتابيز اسمه بوست، لكن هذا الاول راح يجلب لي فقط المعلومات اللي لم تحذف، اذا اريد المحذوفة فاقول له only trashed فقط اللي تم حذفها. شو اقول له؟ هذا function اقول له get اجلبهم، او تقدر تعمل له page named. فهنا تريد تعمل return هذا اقدر انسخه واجي اعمله هنا paste. شغله بسيطه احنا نسيناها، هذا لما يوديك للاندكس كيف راح يعرض معلومات البوست؟ اذا لازم هذا ارسله وياه، فاقدر استخدم with او compat كيفك. with هذا نسينا نعمل كسر with، شو اقول له؟ اول شيء المتغير اللي هو اسمه بوست اللي راح يروح للبليد، ثاني واحد المتغير اللي موجود في الكنترولر، يعني هذا راح يروح وين؟ للاندكس، بينما هذا هو هذا، زين. فنفس الحاله هذا ايضا اجيبه هنا احتاجه. فبعد ما تجيب لي التراشت، زين يمكن راح تسأل طيب هذول اثنين اسماء متكررة ما راح يصير خربطة؟ لا ابدا، لان هذا function، اي شيء في داخل function راح يبقى في داخل function، واذا انتهى function راح ينتهي هذا المتغير، فلذلك ما عندك اي مشكلة يكون المتغيرات نفس الاسم عادي. تقدر تغيره؟ نعم غيره عادي، اذا تريد تغيره غيره، مثلا تسميه بالتراشد بوست، بس اتذكر دائما اسماء function والمتغيرات تبدأ بالسمول، فقط عندك الكلاس يبدأ بالكابيتال، تمام؟ سي ستايل مثل لغة سي. فهنا
نجي نجلب كل المعلومات ونرسلها، لكن ما نرسلها للاندكس، وين نرسلها؟ للتراشد. فاذا هنا ايضا تروح للفولدر بوست، بس وين؟ تراشد دوت بلاي دوت بي اتش بي، بس ما تذكر الدوت بلاي دوت بي اتش بي. عندك الكرييت، اذا اريد انشئ ايش راح اسوي؟ طيب اذا كرييت مفروض انه هو ياخذك لصفحه الكرييت اللي هو هنا كرييت، فاقدر شنو؟ اقدر راسا اوجهها للكرييت، ريتيرن بوست الى كرييت. من هو الكرييت هذا؟ كرييت دوت بلاي دوت بي اتش بي. هذا قلنا نذكر بس الاسم زين، بس لقيت نعم بس لقيت. طيب بالستور لما تريد تخزن، اوكي هنا لما اريد اخزن قبل لا اخزن اول شيء اتشيك المستخدم ارسل لي المعلومات، لان ممكن هو ما يملي الفورم فقط يقول سيف، انا اريد اتاكد انه هو قام بملء المعلومات. فاذا هنا أنا احتاج تحقق، التحقق راح استخدم فاليديت، فاقدر شو اقول له؟ دولار ذس validate، هذا استخدمه حتى اتاكد انه اليوزر قام بملء المعلومات. في داخل هذا الفانكشن راح ياخذ اول باراميتر شنو هو؟ المعلومات اللي تيجي من المستخدم عن طريق منه، عن طريق الريكوست. الريكوست شنو هو؟ الريكوست هي اي معلومه يرسلها المستخدم للكنترولر. حلو زين، هذا لما يرسلها للكنترولر راح ياخذ المعلومات هذه ويجي يقيمها فارزه. لاحظت فارزه؟ راح اضع اري واعمل انتر، في داخلها اقدر احدد شنو الاشياء اللي لازم يمليها. طبعا هنا أنا لازم اضع فارزه مؤقته حتى لا يعطيني ايرور. فهنا اجي اقول شنو؟ شنو الاشياء اللي احتاجها؟ على سبيل المثال انا محتاج للتايتل، ف تايتل التايتل مالتي لازم required كونه array فارزه وانزل للاسفل. احتاج الى شنو؟ content المحتوى، ايضا راح يكون شنو؟ required. هذا منين داجلبه؟ عادي من الموديل، اني هاي الاشياء احتاجها. فاذا ما حافظه تقدر تاخذ كوبي من هذا وتجيبه هنا بيست، بس حتى تعرف انت شنو الاشياء اللي تحتاجها. زين احتاج الى مثلا يوزر اي دي، احتاج الى تايتل، احتاج الى كونتين، احتاج الى فوتو. اوكي بس يوزر اي دي اني ما راح اسمح له هو ينطيني اياه، فامسحه. اذا اني محتاج فقط الى شنو؟ تايتل، كونتين، والصوره بس. هاي الشغلات راح تسالني. طيب اليوزر اي دي والسلاك هذا اني راح اخلي الكنترولر هو يمليها، ماشي ما راح اسمح له هو يمليها. زين بعد ذلك ليش ما اسمح للسلاك هو يمليها؟ لي ممكن يختار اسم مشابه يكون، فراح يصير عندي خربطه بالداتابيز. هنا تقدر الصوره ايضا تشرط عليه انه هذا لازم يكون فيها ملف، وتشرط عليه انه يكون صوره، لان انت من تقول له required للفوتو فانت راح تستخدم، نعرف ب HTML راح نستخدم input ونكتب التايب مالته فايل. اعرف انه بال HTML تقدر تحدد ايضا نوع الفايل PDF او image، بس الهاكر ممكن يغيرها لين فرونت اند، بس الباك اند ما راح يقدر. فاذا هو غيرها بالفرونت تقدر بالباك اند هم تتاكد هل هو وضع image. اوكي بعد ذلك ايش تحتاج؟ اذا هو وضع image طبعا هذا لازم تمسحها، بس انا مبقي ليش؟ لان احتاج بالكرييت. هنا اذا هو رافع صوره فمثلا اقدر اقول هنا دولار فوتو يساوي لي الفوتو. انا كيف راح اجيبه؟ المستخدم راح يرسل لي عن طريق الريكوست، فاجي اقول له الريكوست راح يحمل في طياته في داخله اوكي فوتو. زين الصوره حتى احفظها لازم اغير اسمه. ليش؟ لان ممكن الشخص يرفع صوره باسم محمد، شخص اخر يرفع صوره باسم محمد، فايش راح يعمل؟ راح يمسح محمد القديم ويضيف صوره جديده، فتصير خربطه. فلازم اضمن انه كل الصور راح تنرفع تكون اسمائها مختلفه، فلذلك لازم اجزئ الصوره. هنا اجي اقول مثلا دولار نيو فوتو يساوي لي شنو؟ يساوي لي التايم اللي هو فانكشن دوت الفوتو دوت get
client original name. هذا راح يفصل لي اسم الصورة عن امتدادها ويجمعها مع التايم الوقت الحالي اللي انت رفعت من عنده. فهالشكل راح يضمن لي انه ما راح يتكرر الاسم. بعد ما انا جيت غيرت الاسم المفروض احدد مكان الحفظ. انا بالنسبة لي راح احفظه وين؟ في البوبليك. هنا مثلا هذا هو فولدر البوبليك، في داخلها اقدر اعمل لي فولدر اسميه مثلا ب فوتوز، او هذه الصور عايدة المن للبوست فاقدر اسميه بالبوست. زين، طبعا هنا بالبوبليك اول شيء اعمل فولدر اسميه ابلودز حتى اعرف انه كل الملفات اللي تنرفع راح تكون في هذا الفولدر اللي هو جزء من البوبليك. في داخل الابلودز اجي اعمل فولدر اخر اسميه بالبوست، فهالشكل راح يكون عندي ابلود وفي داخلها فولدر بوست اللي راح يكون فيها الصور التابعة للبوست. هنا مش اقول له، اجي اقول له انه الفوتو اللي انت جاي تجلبه دولار، مرة اخرى فوتو موف الى وين احدد المسار. اجي اقول له راح تروح للابلودز. ليش؟ لان ما احتاج اكتب بوبليك، بوبليك هو موجود ومعرف في داخل اللارافول. رأسا راح اقول له الفولدر اللي موجود في البوبليك. يعني اذا قلت جوجل ابلودز راح يروح للبوبليك. جميل، احنا قلنا باللارافول اول ما يجي اليوزر للموقع، تذكرون بالريجستر، اول ما يجي اليوزر للموقع رأسا راح يروح للبوبليك. فاذا هنا كنا ما بنقول ابلودز معناته رأسا راح يروح للبوبليك. ففي البوبليك اكو شيء اسمه ابلودز سلاش، في داخل ابلودز في شيء اسمه بوستس بهذه الصوره. بعد ذلك اجي احدد شنو الاسم الجديد الاسم الجديد للصوره، اقول الدوت للنيو فوتو. هذا لا انسى انه اعمل له شنو فارزه منقطه. تمام، فهالشكل راح يكون حفظ الصوره. بعد ما اجيت اني حفظت الصوره شنو المرحله التاليه؟ لازم احفظ هذه المعلومات. هذه مجرد اني جاي ارفع الصوره واحفظها في الفولدر بعد الداتابيس فارغ. هنا اقدر على سبيل المثال اعمل دولار بوست يساوي لي بوست نقطتين نقطتين كرييت فانكشن، والكرييت راح يكون قوس وفي داخلها اري فارزه منقطه، واجي اعمل انتر. هنا كل هذه المعلومات اني احتاج ملئها فاجيب هنا اضافة لليوزر اي دي ايضا والسلاج ايضا، اقول له سلاج. هذا بعد ما احتاجه، فصار عندي هنا اليوزر اي دي يوزر اي دي وهنا سلاج. طيب بالنسبة لليوزر اي دي منين انا راح اخذه؟ انا راح اخذ اليوزر اي دي عن طريق الاوث نقطتين اي دي، اضبط شيء حتى هو عامل لوجن ياخذ من الاي دي. لا ننسى الاوث لازم بالاعلى شنقول له يوز اوث، لازم ننادي المكتبة حتى نقدر نستخدمها. زين التايتل منين اخذه؟ من المستخدم. انا اعرف انه الريكوست اللي يجي من المستخدم، فأجي أقول له مثلا أنت لما تيجي من المستخدم أريد فقط التايتل. هنا نفس الكلام لباقي الأشياء، زين ما عدا الإيمج اللي راح أقول لك شوي بها التعديل. الكونتينت أيضا تأخذه من من؟ هذا طرف الداتابيز قلنا، هذا طرف المستخدم أيضا راح يكون بالريكوست في داخل هالشيء اسمه كونتينت. حلو، لكن الصورة، الصورة أقدر شنو اخذ هذا المسار لان هو راح يكون بهذا المسار. مجرد احفظ اسم المسار هنا فراح يكون في الابلودز بوستس سلاش النيو فوتو الاسم الجديد مالته. جميل، بالنسبه للسلاج ايش راح يكون؟ السلاج هنا اللي هو نفسه راح يكون تايتل مع اضافه اس تي ار
سلاج هذا فانكشن وتضع هذا بداخلها. طبعا هذا اس str سلاج هذا فانكشن تضع في داخلها التايتل، فهو راح يبدي يولد لك سلاج عشوائي. طيب كل هذه المعلومات تمام، بعد ذلك ايش تحتاج؟ تحتاج مجرد انه اعيد توجيهها مثلا للبوست، او مثلا ممكن اعمل ريتيرن باك، او خلينا نقول هنا ريدايركت لاحظ ريدايركت باك اللي هو شيء كلي ريتيرن ريدايركت باك وذ ايرورز، ما احتاجه بس اقول لها هالقد فقط. هذا راح يعمل لي شنو؟ يعمل لي الكرييت. عندنا الشو ايضا، تمام الشو راح يعتمد على السلاج هنا، هذا مات الاندكس مثلا اقدر اخذه وانزل للشو. شوف انا اريد اعرض بوست واحد فقط، فاقدر استخدم فانكشن اللي هو وير، اجلب لي البوست لما يكون الكولوم اللي موجود في الداتابيز اسمه شنو؟ اسمه سلاج. لما يكون السلاج في الداتابيز مشابه للسلاج اللي يجي لي من اليوزر جيبه، واقدر ايضا اقول له first حتى لا يجيب الباقي، بس يجيب هذا. بعدين اعيد توجيهه الى شنو؟ posts show وانطي له البوست. بسيط. الإدت هذا الفارزة زيادة. الإدت شنو؟ الإدت نفس الحالة. هذا أعمل له كوبي وأجي هنا أعمل له بيست. لكن في الإدت أقدر أستخدم find، وهنا بدل السلاج أنا جاي أستخدم ID. ففايند هذا الID. وبعدين رجعني وين؟ رجعني للبوست إدت. أوكي. with هذا البوست، معلومات هذا البوست. الابديت، الابديت جدا مشابه للكرييت لكن يحتوي على الاي دي ايضا. اقدر شو اسوي؟ ايضا راح احتاج الموديل، اقول له بوست وهنا ايضا بوست، واقول له فايند للاي دي. ليش؟ لان انا لازم احدث على الاي دي هذا البوست فقط، ما ذكرت الاي دي راح يعدل لك على كل البوست الموجوده في الداتابيز. إضافة إلى ذلك لازم أتأكد 100% أنه هو أرسل لي المعلومات المطلوبة، فأقدر أستغل هذا الكود اللي هو validate، نفسها أقدر أستخدمه في الأبديت. أتحقق أول شيء ممكن أتأكد من الID، بعدين أتحقق هو قام بملء المعلومات ولا لا، بعدين أقدر شو أسوي هنا؟ أعمل تحقق آخر. أنا عندي صورة في الكرييت رأسا أضفت الصورة، لكن في الابديت ما ينفع اضيف صورة. ليش؟ لان يجوز هو ما يريد يغير الصورة، هو بس يريد يغير مثلا تايتل او كونتين. في حالة اذا غير الصورة راح تتغير، فاذا هنا احتاج كونديشن اف. زين فاكتب هنا اف الكونديشن مالتي، واجي هنا اضع حفظ الصورة نفس الكرييت، بس شنو راح شي يكون عندي قبلها condition. شو اقول له؟ اقول له انت الريكوست هو يجي من من؟ يجي من المستخدم. اذا كان هذا الريكوست اللي جاي has يمتلك شنو؟ صورة. اذا كان هو يريد يغير الصورة خلاص نفذ هذا الكود اللي في الداخل. اوكي اللي هو راح يكون الصورة يساوي request للصورة، تجي تعيد تسميتها من جديد، وبعدها تحول الى شنو؟ الى بوست. ايضا تحتاج الى شنو؟ هنا البوست تعمل له حفظ، فش تقول له؟ بوست سيف فارزه مناقضه بهذه الصوره. اوكي زين، او هنا هم ما تحتاجه. ليش؟ لان انت بعد ما مالي التايتل والكونتنت. اوكي فتقدر ان انا ما تخلي السيف مالتك، لكن تقدر تحدد شنو؟ تحدد الفوتو، يعني تقول له بوست فوتو اللي انت هنا عملته. البوست ايضا عنده فوتو في الداتابيز صح؟ هذا فوتو
راح شي يساوي لك؟ راح يساوي لك هذا الكلام، صح؟ بس حتى شنو هذا المسار تخزنه هنا حتى يعرفوا وين مخزون بالضبط. اوكي طيب، اي في حال اذا اردت غير الصورة، بقية المعلومات شلون؟ بقية المعلومات ايضا بسيطة. انا عندي هنا مثلا post title، وعندي post content. اوكي اوبس content enter. اخر شيء post save حتى يطمننا انه راح يقوم بعملية الحفظ. كل ذولا يساوون شنو؟ يساوون الريكوست اللي راح يجينا، عفوا هذا ما يحتاج يساوي، الريكوست اللي راح يجينا من المستخدم، صح؟ من المستخدم بالريكوست راح يجينا تايتل، راح يجينا ايضا كونتين، بس هذا اللي انا احتاجه. بعد ما حفظه شو تريد؟ مثلا ممكن نقول له ريتيرن باك. شلون عملنا احنا بالكرييت؟ نفسها نقدر نقول له هنا ارجع مره الاخ. بس يبقى عندي اذا اريد احذف، اذا اريد احذف فاني ايضا لازم ابحث عن البوست اللي اريد احذفه، فاجن اخذ الفايند مرت اللاق هنا. بس بعد ذلك هذا البوست اقدر اقول له شنو؟ انت عندك فانكشن في داخلك اسمه ديليت، زين احذف لي اياه. زين بعد ما حذفته شو تريد؟ اوكي بعد ما حذفته تقدر تعمل ريتيرن باك. حلو سهله. عندك الهارد ديليت. اوكي الهارد ديليت شنو؟ ايضا لازم تبحث عن هذا البوست اللي تريد تحذفه هارد، لكن البوست ما راح تجي تقول له هنا انا فايند، وانما شو تقول له؟ وذ تراشد. ليش؟ لان فقط اللي موجوده في سله المهملات هنا يؤدي الى وير، عندما شنو الكولوم الاي دي مات البوست يساوي من الاي دي اللي اعطيك اياها، وفيرست حتجيب لك واحد فقط. بعد ما جلب لك اياه شو تريد؟ هنا انا استخدمت شنو؟ ديليت، والديليت يعمل سوفت ديليت. اذا اريد احذفه بالكامل فورس ديليت، هذا هو الفانكشن. بعدين ارجع مرتلاخ كما كنت للصفحة اللي موجود فيها. اذا اني اريد اعيد هذا فانكشن، اذا اني اريد استرجع البيانات من سلة المهملات، فايضا اول شيء لازم ابحث عن هذا البوست اللي موجود في سلة المهملات، زين. بعد ذلك بدل الفورس ديليت راح اقول له ريستور، وبعد ذلك ارجع كما كنت redirect back. هالشكل احنا خلصنا الكنترولر. يبقى علينا فقط ملء هذه العناصر اللي موجودة هنا كي، ونبتديها اكيد بالcreate، لكن بالدرس القادم. مع السلامة.